هاد الاستقلال كيمثل ليا واحد الانجاز اللي هو زوين حيت بفضله تحروا المغاربه كاملين، وهو بالنسبه لينا عيد وعيد زوين بزاف حيت كنفتخروا به وكنفتخروا بالملك ديالنا، والحمد لله الحمد لله حيت انتصرنا وانتصرنا على كل شيء وقدرنا نزيدوا بهذه البلاد القدام. ميرسي. اي سنه كان عيد الاستقلال؟ عيد الاستقلال في 1956. الاستقلال كنعرف عليه شحال هادي كانت المغرب كانت مستعمره من طرف الفرنسيين و استقلاش شي اللي كان اين سنه بالضبط؟ ما عرفتش اين سنه، ما عندك حتى معلومه؟ حتى معلومه ما عندي. هذه الاستقلال ذكرى مجيده، ذكرى تاريخيه، بعد لحظات خرجنا من جوبيه الساميه بخدماء المقاومين واعضاء التحرير، وهي مليئه بالمقاومين ورؤساء الاحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدني وشباب وشابات من مختلف الجامعات. إذن فهذه الذكرى ذكرى تاريخية، وبالمناسبة نترحم على روح محمد الخامس طيب الله تراه وجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ونذكر أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله انقذ المغرب من عدة مشاكل كما وقع في بعض الدول العربية وغيرها. إذن نشكر جلالة الملك الذي اهتم بالمقاومين وأعضاء التحرير والشعب المغربي قاتلة. سنة 55 هي جاءت مصر الله محمد الخامس وأوسطه المجاهدة إلى الوطن وحصل على باستقلال المغرب. ذكرى عيد الاستقلال يعني هي ذكرى يعني كنصدر بها فيها يعني الملاحم الكبرى والمعارك اللي خاضها الشعب المغربي من أجل الاستقلال. الاستقلال اللي كان ماشي بالشيء الهين، كانت يعني واحد التضحيات جسام قدموها يقدمها يعني الشعب المغربي من اجل يعني نيل الاستقلال ديالو. جات يعني عبر يعني معارك يعني خاضها يعني خاضوها المقاومين، وتاسس يعني جيش التحرير من اجل يعني هذه الاهداف هذه باش يحرر المغرب من براثن الاستعمار اللي كان جاتم يعني على المغرب، كيستغل الثروات ديالو وكيقمع يعني الشعب المغربي. جات واحد الفئه يعني من الشباب المغربي الغيور على الوطن ديالو، يعني حملات سلاح في وجه المقاوم، وليست فقط يعني حمل سلاح، كان هناك كذلك يعني يعني كانت يعني واحد الوعي، يعني كان الوعي هو اللي خول لهم باش يحملوا السلاح. يعني المدارس كانت كتأدي واحد الدور مهم في التوعيه ديال الناشئه والشباب المغربي باش يحمل يعني المشعل ديال الدفاع على الوطن ديالو. السنه هي اللي راه اليوم 18 نوفمبر 1956 هي السنه ديال عيد الاستقلال، هذه يعني حاجه يعني معروفه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.